السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. الفيديو اليوم نسوي كيكة سفنجية بس بدون محسن. طريقة الفصل: عندي هنا اول شيء 7 بيضات درجة حرارة الغرفة، يعني مو بارد. فصلت البياض عن الصفار، اذا حجمهم كان صغير فسووا 8 بيضات. هنا عندي كوب من السكر وكوب ونص من الطحين و6 ملاعق كبار من الحليب الدافي، أو تقريبا ربع كوب، يعني تقريبا مو متروس كلش، و6 ملاعق من الزيت، نعم ربع كوب تقريبا. ونسيت أقول لكم 2 ملاعق كبار من الخل الأبيض ونكهة، أي نكهة حابين تضيفوها. هنا أول شيء أخلي شوية هيجي رشة خفيفة كلش من الملح، نخفقه إلى أن شوية يصير بمثل شلون يصير شكل الوغف. بعدها أبدأ أضيف السكر بالتدريج. هنا بعد ما كملنا الخفق شوفوا هيجي يصير قوامه، يعني هيجي شلون المنقار. هنا بعد يعني بعد كافة تخلطون. هسه بعدها اضيف 2 ملاعق كبار من الخل، هاي ملعقة وهاي الثانية، ونضيف صفار البيض. هنا هسه نبدي نخلط، بس شنو على كيف كلش بحيث الصفار شوية يختفي، يعني هيجي نخلط من فوق لجوا. لأن ما نريد يعني الهواء اللي دخلناه بالبياض ما نريده يطلع. طبعا النكهة شفتوا ضفتها أثناء ما أضيف بالسكر، ضفتها 2 ملاعق كبيرة، أي نكهة حابين تضيفوها عادي. هنا تقريبا يعني الصفار اختفى. هنا أجي على الطحين، أنا ناخلته أو مغربلته تقريبا 4 مرات 3 مرات، أضيف شوية شوية ونخلط على كيف، يعني من نشوف الطحين اللي ضفناه بالبداية يختفي نضيف الوجبة الثانية.
طبعا انا من بديت اخفق بالبيض انا شغلت الفرن، لان لازم الفرن يكون حامي، وهاي الشغل المواد مال الكيك كلهن بهاي الوصفة لازم كل شي دافي، يعني بحرارة الغرفة. لأن إذا أي شي بارد أو ببرودة يعني الكيكة تخرب. وبهاي الوصفة ما ضفت البيكنج باودر، هاي آخر شي ناسي أضيف الحليب. وأضيف الزيت. ونخفق إلى أن كل شي يختفي، الطحين، الحليب، الزيت، كله ينخلط. وهخليها بقالب قياس 20، هنا كملنا. هذا عندي القالب قياس 20، خليت الورق زبدة، وهسه اخلي الخليط بيه. طبعا هسه الفرن على درجة عالية، وأول ما أخلي الكيكة أخليها على درجة 150 أو 160. هنا بعد هاي الشي أطبقها وأخليها بالفرن، تاخذ تقريبا نص ساعة شوية أكثر. بعد ما تستوي أقول لكم إيش قد أخذت. وهاي هنا بعد ما طلعت من الفرن أخذت تقريبا 3/4 ساعة. هذا شكلها، هسا اقلبها. وهذا شكلها، هيك صارت. واكيد كلش هشه وسفنجيه. ونار ارتفاعها صار 8 سنتيم، يعني ارتفاع كلش حلو. قياس القالب 20 مثل ما قلت لكم. والطريقة يعني حلوة هي، بس أكيد يعني متعبة. هي هاي طريقة الفصل، تكون متعبة يعني الخلط مالتها، لازم على كيف وتطول شوية، بس النتيجة تطلع كلش حلوة. أتمنى تجربوها وشوفوها شلون اسفنجية كلش. يعني هاي هنا طبعا قلبتها على الجهة الثانية. وهذا العلو مالتها، يعني ارتفاعها كلش حلو. واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وسووا لايك، ومع الف سلامة.